طب سنفتح ملف للنقاش كما أشرنا منذ قليل مشاهدينا الكرام، والمتعلق طبعا بالشأن الاقتصادي. المؤتمر الدولي للاستثمار في الجزائر، تحريك لعجلة التنمية الاقتصادية. الجزائر مخططات اقتصادية واستثمارية على ضوء عديد التحولات الإقليمية والدولية. سبل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتكريسها أولوية المرحلة. كل هذا أكثر مع الأستاذ هواري تيغرسي الخبير الاقتصادي الحاضر معي في مداخلتي عبر الهاتف وعلى المباشر. أهلا بك سيدي الكريم وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. شكرا، بارك الله فيكم. جميل، المؤتمر الدولي للاستثمار في الجزائر سيدي الكريم يمكن نقول بأنه تحريك لعجلة التنمية الاقتصادية، ونحن ندرك جيدا أولوية المرحلة وأولوية الحكومة ومخطط الإنعاش الاقتصادي والذي فيه العديد من الأولويات الاقتصادية إن صح التعبير، والاستثمار أيضا محرك حقيقي وقوي وفعال لعجلة التنمية الاقتصادية. لا يمكن نتحدث عن إقلاع اقتصادي من أجل أن نضع أسس قوية ومتينة للاستثمار. نتحدث عن استثمار سواء للمستثمرين الجزائريين والأجانب على حد سواء. أنت مشكور على طبعا هذه الكلمة الطيبة، ولكن لازم نحكو على لما نحكو على الاستثمار نحكو خاصة قدرة الجزائر. نظن على التفسير احنا نشوف الأرقام اللي كانت طبعا بثتها وزارة التجارة مؤخرا، أرقام طبعا جميلة جدا، 3.5 مليار دولار طبعا قيمة الصادرات بالنسبة للجزائر، ثم توقعات بين 4 و4.5 نهاية سنة. كل الأرقام هذه جميلة جدا، ولكن لازم نحكو على طبعا قدرة الجزائر وقدرة الاستيعاب بالنسبة للاستثمارات الجزائرية. هنا تقريبا نحكو على القيمة الوطنية الغير مستغلة من الموارد الوطنية. هنا نحكو على تقريبا 80% من الإمكانيات الوطنية الغير مستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذه بحد ذاتها تمثل ثروة كبيرة وطبعا استقطاب طبعا جذاب بالنسبة للمستثمر، سواء المستثمر الأجنبي وطبعا والمستثمر المحلي. نظن هذا اللقاء هو جميل جدا، في من خلاله يمكن إجراء عديد من الاتفاقيات بين طبعا الاستثمار، سواء بالنسبة للاستثمار الأجنبي أو بالنسبة للاستثمار المحلي. هنا يمكن تكون شراكة، ولكن بكل صراحة لازم نحكو على، أنا قلت لك إمكانياتنا فيما يخص الاستثمار وفيما يخص تنويع طبعا الاقتصاد، لأنه رانا نحكو على الجزائر ما بعد المحروقات في المراحل القادمة. الجزائر أنه السيد رئيس الجمهورية قال ممكن جدا في المراحل القادمة نعتمد على اقتصاد يكون طبعا أستاذ خارج المحروقات. نعم أستاذ هواري تيغرسي، أستسمحك من المؤتمر الدولي للاستثمار في الجزائر والذي تطرق لعديد النقاط المهمة في هذا الموضوع، طبعا سنناقش أهمها مع الأستاذ هواري تيغرسي. أهلا بك سيد الكريم مرة ثانية. مساء النور. مساءك السعيد سيد الكريم. أكيد استمعت لما قاله وزير الصناعة سيد أحمد زغدار، بين أهم النقاط التي تطرق إليها قضية استقرار مناخ الاستثمار، وهذا الاستقرار طبعا يعد تحريك لعجلة التنمية الاقتصادية. وإذا تحدثنا عن استقرار مناخ الاستثمار طبعا نتحدث عن عديد العوامل التي تساهم في استقرار مناخ الاستثمار. كيف ترون سيدي الكريم إلى هذه النقطة؟ والله شوف، وزير الصناعة مشكور خاصة أنه بدأت المبادرة، نزينا نشوفه أنه النتائج بدأت تظهر. نظن أنه أول نقطة هو انه اكيد انه انتهى من مشروع قانون تمهيدي بالنسبه للاستثمار، ولكن خلينا نقول العراقيل البيروقراطيه اللي كانت موجوده خاصه في القوانين وعدم استقرار التشريعات والقوانين من طرف البرلمان في المراحل السابقه، وهذه اللي خلت تخوف. تعرف انه المستثمر ولا صاحب الاموال هو جبان، يخاف طبعا كل ما يتعلق عدم استقرار فيما يخص القوانين والتشريعات. ومن هنا السيد وزير الصناعه المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، كل المستثمر المحلي طبعا والأجنبي طبعا يخاف خاصة تغير فيما يخص القوانين والتشريعات والتذبذب في القوانين، طبعا يخلي عدم وجود ثقة فيما يخص الترسانة القانونية. هذه النقطة الأولى. نظن كان أحكى لها نقطة اللي هو إقرار جملة من الحوافز المالية والضريبية وشبه الضريبية بالنسبة لقانون الاستثمار. ونقطة أخرى كان
المشكلة اللي كانت موجودة خاصة في مجلس الوطني للاستثمار في المراحل السابقة. وهنا تقريبا سيد وزير الصناعة قال مؤخرا تقريبا كان 1300 استثمار متوقف على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. طبعا هنا يجب إنشاء الشباك الوحيد اللي تابع الوكالة باش يدعم العملية الاستثمارية. رابعا يحكي على النصوص القانونية المرتبطة بالعقار الصناعي. هذا كل إصلاحات جوهرية مرتبطة خاصة بمناخ الاستثمار اللي سمعناه كذلك لي. ولكن لازم تكون سيد رئيس الجمهورية حتى نقطة مهمة قال يجب أن تكون قوانين كل صراحة قوانين أمادية، معناتها من غير المعقول أنه سنة أو سنتين تغير القوانين. لازم تكون عندها طبعا عشرات سنوات باش يكون عندنا ثقة بالنسبة للمستثمر. هذا جانب إيجابي لأهم القطاع، ولكن كل صراحة المناخ الاستثمار ما هوش القانون الاستثمار فقط، ولكن لازم تكون عندنا إصلاحات جوهرية مرتبطة مثلا بقطاع المالية، معناتها مرتبطة بسوق المالية، كيفية تحريك سوق المالية، لأنه نعرف في 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 لغة الاقتصاد السوق المالي هو المحرك بالنسبة للاقتصادات العالمية. حاجة ثانية يجب إصلاح بنكي عميق، وطبعا قدرة البنك على المخاطرة بالأموال تاعه والاستثمار على طبعا على كل 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 جوانب. ثالثا كاين مشكلة بالنسبة للجباير الوطنية بالنسبة لقيمة الضريبة المرتفعة. نظن في قانون المالية كاين أمور إيجابية، شفنا أنه الوزير الأولي وزير المالية شفنا تخفيضات طبعا فيما يخص كثير من القوانين في كثير من طبعا الضرائب من خلال طبعا مثلا الصيد البحري، من خلال الفلاحة، من خلال كثير، ولكن ما يكفيش، لازم تكون إصلاحات عميقة فيما يخص العملية. رابعا يحكي طبعا الإصلاحات المهمة والمرتبطة بالعقار. هنا سيد رأي الوزير الصناعة يحكي على الجانب هذا وقال راح تكون إصلاحات في المراحل الجاية خاصة في قانون الاستثمار، ولكن لازم تكون إصلاحات في العقار الصناعي، العقار الفلاحي، وعنا إشكالية بالنسبة لي هذا اللي سبب من إشكالية بالنسبة لمنتوج الفلاحي. وإنه نقطة مهمة أيضا سيد الكريم، بما أنك تحدثت عن العقار الصناعي، شئنا أبينا العقار هو اقتصاد. الوزير السيد أحمد زغدار وزير الصناعة تحدث عن هيئة لتسيير العقار الصناعي كأداة للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية لتسيير العقار الصناعي. طبعا نتحدث عن وضع مركبة الاقتصاد الجزائري في طريق معبد، ليس كذلك؟ أكيد، ولكن لازم نحكي حاجة، لازم نحكي بلغة الاقتصاد. لغة الاقتصاد لازم تكون بعيدة عن الإدارة. هنا تحكم الإدارة في المراحل السابقة في العقار الصناعي بكل صراحة خلى العراقيل البيروقراطية اللي نشوفه فيها بكل صراحة. شفنا مؤخرا إبرام عدة اتفاقيات، ولكن لهذه الاتفاقيات بقات حبر على ورق، لأنه أهم النقاط الأساسية هو توفير خاصة عقار صناعي. لما يجيك المستثمر الأجنبي لازم تبسط العقار الصناعي أو كيفية منح العقار الصناعي. هل طبعا هذه بسيطة في الجزائر؟ لا، معقدة طبعا جدا، معناتها لازمنا نروح إلى مرحلة واستقلالية هذه المؤسسة اللي يحكي عليها سيد وزير الصناعة اليوم، عن طبعا عن الإدارة اللي كانت موجودة، والإدارة بكل صراحة الإدارة البيروقراطية اللي كانت موجودة في المراحل السابقة. لازم نفكر بطريقة أكثر اقتصادية، لازم نبلور مؤسسة تحكمها المنظومة الاقتصادية وليس المنظومة الإدارية. هذا هو الإصلاحات اللي لازم تكون. أنا عقار صناعي بالنسبة لي صناعة، عقار فلاحي بالنسبة لي فلاحة. وأنا جميل أستاذ هواري تيغرسي الخبير الاقتصادي دائما في الشأن الاقتصادي، وتابعتم معنا قبل الفاصل ما قاله وزير الصناعة سيد أحمد زغدار لوسائل الإعلام الحاضرة هناك بالمؤتمر الدولي للاستثمار المنعقد في الجزائر. أستاذ هواري تيغرسي، كأن ما قاله وزير الصناعة سيد أحمد زغدار حول قضية البيروقراطية، كنتم سيدي كريم تتحدثون عن هذه النقطة والتي هي مهمة، لأننا نتحدث عن إزاحة مشكل كبير عن تحقيق
الهدف والمتمثل في الإنعاش الاقتصادي ومخطط الإنعاش الاقتصادي. تحدث الوزير وزير الصناعة سيد أحمد زغدار عن رؤية رئيس الجمهورية والوزير الأول وقطاعه أيضا حول تغيير الواقع الاقتصادي الذي يعرفه الجزائر، كأنه قال بأننا نعرف المشكل ولدينا الحل. ما قولكم وكيف رأيتم وكيف تقرؤون سيدي الكريم ما قاله وزير الصناعة في دقيقتين لو سمحت؟ والله كنا بدينا هذه المخاوف خاصة في العراقيل البيروقراطية اللي موجودة. قبل العراقيل البيروقراطية كان قلت على نقطة مهمة اللي هو عدم استقرار فيما يخص التشريعات والقوانين، هذه اللي تخلي عدم وجود ثقة. نقطة ثانية البيروقراطية بالنسبة للإدارة. نقطة ثالثة أنا قلت الحل السحري بالنسبة لهذا العمل هو رقمنة جميع القطاعات مهما تكون انطلاقا من البلدية إلى طبعا رئاسة الجمهورية، معناتها كل باش ما يظهرش العمل البشري. وحاجة ثالثة تجريم التسيير فيما يخص العراقيل البيروقراطية، معناتها لازم نحدد بكل عمل، كل عمل إداري، كل عمل خاصة فيما يخص الاستثمار، وطبعا يعرقل يحاسب، يجب أن يجرم العمل هذا. هنا يمكن أنه تولي كاين مخاوف في العملية، معناتها يمكن إبراز الطاقات نتاعنا والكفاءات نتاعنا فيما يخص التسيير الاقتصادي عن طريق قوانين شفافة، عن طريق الرقمنة أنا قلتها، وطبعا قوانين وقانون المالية وقانون بالنسبة لقانون الاستثمار مثلا، الإصلاحات اللي سمعناها من سيد وزير الصناعة اليوم جميلة جدا، ولكن يجب أن تصاحبها إصلاحات هيكلية عميقة وخاصة قطاع المالية، لأنه نعطي ضمانات بالنسبة للمستثمر والأموال تاعو. هنا نحكي الإصلاحات، قلت لك سوق المالي، إصلاح البنوك، إصلاح فيما يخص الضرائب، إصلاح فيما يخص العقار، وطبعا حتى الإصلاح فيما يخص الجمرك. جميل. طبعا العمل الجمركي ضروري أنه تتماشى مع الإصلاح، لأنه قانون الاستثمار ماشي معناتها أنه الامتيازات الجبائية والغير جبائية. القانون الاستثمار هو تام وشامل، وطبعا يشمل كل الميادين العملية، وطبعا اللي ممكن أنه تقترحها. جميل أستاذ هواري تغرسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.